حرف الحاء في خط الثلث المملوكي، هي الكأس بتاعه بيختلف خالص عن الثلث الجلي اللي بيكتب الآن. فبداية خط الثلث المملوكي بتبقى بتصدير القلم وعمل نسخة صغيرة كده مسلوبة من نهاية القلم، وبعدين بنخش الحركة التانية من أول المفصل ده بحركة مش مستقيمة ومش مرنة قوي، هي حركة بين دوت وبين دوت بالشكل ده، وفيها ميول اتجاه اليمين وما هياش طويلة قوي. الحركة الثالثة هي تصدير القلم بكامل تخانته اتجاه أول نقطة احنا ابتديناها بالشكل ده، لحد وصول القلم لاقتراب السمكتين بتاعته. لكن بتحصل حركة هنا فيها ردة خفيفة، فيها ردة خفيفة هنا، لازم هنا يحصل كامل القلم عند المماليك بيبقى ظاهر، وبعدين بيبدأ الجزء دوت هو اللي يظهر رفيع، القلم هنا بيظهر رفيع عكس الثلث الجلي خالص. لازم الشكل ده يكون هو اللي ظاهر، شكل نصف بيضاوي، وبيحصل هنا رتوش في النهاية بتاعته. عشان نحقق نهاية رفيعة للحرف ده بالشكل ده، ده اختلاف كبير عن الخط اللي احنا واخدينه من العثمانيين، ان بيبدأ هنا القلم يبقى رفيع وبعدين يتخن يتخن وبعدين يبدأ يجيب الكأس او الجسم بتاع الحاء او يقف هنا. لا، هو المماليك الاتجاه بتاع الوقوف عندهم في العين وفي الحاء كان اتجاه سفلي دايما، ما كانش بيقف على مستوى السطر. فده كان حرف الحاء والجيم والخاء في الثلث المملوكي. الايميل بتاعي ظاهر على الشاشة، اتمنى لو في اي سؤال او اي حاجة اقدر اساعد بيها هكون سعيد، وتحياتي لكم، مع الف سلامة.